دي هي الحلقة الأولى من كورس فوتوشوب للمبتدئين. هنبدأ من الصفر حرفيا، من الصفر، ما تعرفش هو أصلا فوتوشوب لغاية ما تبقى شخص محترف. أول حاجة، إيه هو الفوتوشوب؟ الفوتوشوب هو برنامج للتعديل على الصور، اسمه فوتوشوب. وعلى عكس ما ناس كتير فاهمة، مفيش برامج كتير للفوتوشوب، لا هو برنامج واحد اسمه فوتوشوب من انتاج او من صنع شركة ادوبي. ومن شهرته بقى بيستخدم كمصطلح مش مجرد اسم بس، يعني اي صورة متعدل عليها او ملعوب فيها بنقول عليها الصورة دي معمول لها فوتوشوب. واي برنامج تاني غير الفوتوشوب بيبقى برنامج تعديل على الصور، وفي انواع واشكال كتير من برامج تعديل على الصور زي اللايت روم، ودوت برضو برنامج للتعديل على الصور ولكن تابع لشركة ادوبي، خاص اكتر بالتعديل على الصور، الالوان والاضاءة فيها مش اديت احترافي قوي. وفي برامج تانية زي بيكس ارت على الموبايل، في فوتوبيا، في كابتشر وان، شبيه او اللايت روم، ولكن دي قصة تانية خالص ملناش دعوة بيها. اول حاجة نتعلمها في فيديو النهاردة وهي الهوم سكرين والواجهة بتاعة البرنامج. هتبقى فيديوهات قصيرة كتير ورا بعض عشان تسهل عليك الحاجة اللي انت عايزها بالظبط تدور عليها بسهولة. بل اعمل لكم فيديو طويل قوي مدته 5-6 ساعات، لا اعملوا فيديوهات بسيطة كده. في اغلب نسخ الفوتوشوب اول ما انت تفتح الفوتوشوب كأول مرة، دي الواجهة اللي انت هتبقى شايفها. في ممكن واجهات تانية تبقى مختلفة شوية، انا بحب الواجهة تبقى فتحة لي كده مرة واحدة، مش بحب انه يجيب لي ريسنس تاب والكلام ده. فتعالى نبدأ اول حاجة بالواجهة والاعدادات والقوائم والكلام ده، بعد كده نبقى ننتقل في حلقات تانية للادوات وكل الكلام ده. اول حاجة لما تفتح البرنامج هتلاقي دي الواجهة، انا عارف شكلها كبير وصعب وكلام من ده، بس تعالى نقسمها واحدة واحدة. عندك اول حاجة فوق خالص على اليمين طبعا تقفل فوتوشوب، تصغر حجمه وتنزله تحت، الكلام ده معروف في اي برنامج. عندك شير والكلام ده، لكن مش هنستخدم اي حاجة من الاجزاء دي، ولا السيرش ولا اي حاجة من الكلام ده. عايزك بس تبقى عارف ان الفوتوشوب له نسخ كتير، وعلى حسب الجهاز بتاعك فانت هتحمل النسخة المناسبة ليك. لكن اهم حاجة في الكورس ده انك تحمل نسخة CS6 فيما احدث، عشان الواجهة يبقى نفس الشكل، الادوات تبقى نفس الاستخدامات وبنفس الشكل وبنفس طريقة التعامل، عشان ما تتوهش مني وما تتلخبطش وتتوه في الدنيا دي. والنسخ بتتسمى على حسب السنة بتاعتها، يعني مثلا بعيد عن السي اس وكلام من ده، نسخة 2015 هي فوتوشوب 2015، 2016 نفس الشيء، 2018 فوتوشوب 2019، 2021 لغاية 2024 وما إلى ذلك. فأنت عايز تحمل النسخة المناسبة والملائمة مع إمكانيات الجهاز بتاعك، وهتلاقي امكانيات تشغيل النسخة اللي انت عايز تحملها مكتوبة في وصف النسخة نفسها. اذا كنت هتحتاج 8 جيجا بايت رام، 16، 32، كارت شاشة قوي، كارت شاشة ضعيف، معالج حديث، معالج قديم، وما الى ذلك. فتتأكد انك تعرف امكانيات الجهاز بتاعك بالظبط ايه، وتبحث عن النسخة المناسبة ليك على النت. فيلا بينا نكمل. عندك بعد كده الحاجة اسمها color, swatches, gradient والباترن. دي من الاخر الالوان، او حاجات زي حاجات جاهزة للالوان، دي قائمة الالوان. عندك هنا قوائم وادوات ممكن تستخدمها زي الهيستوري اللي هو يرجعك في الخطوات او يقدم لك خطوات، الاكشنز ديت هنا بتحفظ اكشنات انت بتعملها، او بريستات تقدر تعملها او اضافات تقدر تعملها نتنقلها بعدين. عندك البلوجنز اللي هو الادوات الزيادة اللي انت ضايفها، البروش سيتنجز حاجات الادوات بتاعت الفرشه، وهنا البرشات ذات نفسها ديت هنا بقى بلوجنز بتضيفها زياده زي بيوتي ريتاتش وريتاتش فور مي، حاجات انت بتضيفها. ندخل بقى على الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت بقى هنا ده بيجي لك الادجستمنت اللي هو حاجات انت ممكن تضيفها فوق الليرز بتاعتك. عارف ان الكلام ممكن يبقى ممل شويه ولكن امشي معايا خطوه خطوه. البروبرتيز ديت الخصائص بتاعت البروجكت انت شغال عليه. اللايبراري تقريبا مش هتفتحها خالص، ولا حتى هتفتح الادجستمنت، هتبقى شغال اغلب الوقت تحت هنا، ولكن ما علينا. دلوقتي دي هي المكان الفاضي الكبير ده، ده المكان اللي بيبقى فيه الصوره بتاعتك او اللي هتصنع فيه الصوره بتاعتك. عندك فايلز هنا تقدر تعمل نيو وتفتح منه او تصنع منه صوره فاضيه او ورقه فاضيه. مثلا نعمل حاجه 1080 بي ولكن نخليها بالطول، فنعمل كريت. دي اعدادات مسبقه هو بيشغلها لك. لو اتكيت على كنترول ورقم صفر في الكيبورد هيخليها لك بالحجم بالظبط. لو عايز تعمل زوم ان وزوم اوت بحرف الزد تكعه تكعه واحده وتمشي يمين شمال بالماوس، ده هندخل برضو فيه بعدين. نرجع للموف تول اللي هو اداه الماوس نفسها.
بص بنقدر نحرك الحاجة، ولكن بيقول لك confirm او convert to normal layer. احنا هنعمل cancel دلوقتي، هندخل في الكلام ده بعدين. عندك دلوقتي حاجة فاضية كده تقدر ترسم عليها، تقدر تلون عليها زي برنامج الرسام بتاع ابتدائي. هندخل في الكلام ده من اول الفيديو الجاي. دلوقتي هنيجي عند كلمة فايل وتشوف الحاجات اللي موجودة هنا. ده ازاي نقدر نصنع صورة من الصفر كده، عملنا صورة تمام. ازاي بقى تفتح اصلا صورة من عند كلمة فايل وكلمة اوبن، او مثلا صورة زي دي هنسحبها، اسحبها كده تكليك شمال تفضل ضغط عليها وتسحبها، بعد كده تروح للبرنامج تحت هيفتح لك كده. تقدر بقى انك تفتحه في الصورة البيضاء الفاضية دي هنا وتحطه عليها، او انك تفتح الصورة لوحدها في تاب مختلفة بانك تقف فوق هنا، هتلاقي العلامة دي بتتغير كده بتقفل وبتشتغل تاني. تقف بس في الخط ده اللي لونه جراي ده، تقف فيه هيقوم فتح لك الصورة في نافذة او تاب مختلفة. طب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ احنا واحنا بنعمل كلمة فايل وبنعمل نيو حددنا الابعاد اللي هي اعدادات مسبقة اصلا، الويدث اللي هو العرض والهايت اللي هو الطول بريزولوشن 1920x1080، والريزولوشن هنا 30 بكسل في البوصله واحده، و 8 بت كولر، ودي الاعدادات بتاعه الصوره بشكل عام، دي بتبقى في التصوير ذات نفسه او ان انت بتصنعها من الاول. فالكلام ده اقل من الريزولوشن بتاع الصوره دي، ودي نوافذ يعني تقدر تغير ما بينها، تقدر تبقى شغال على صورتين في نفس الوقت، 10 صور 20 صوره كذا بروجكت في نفس الوقت. ماشي، تعالى بقى ندخل عند الاعدادات اللي فوق هنا عشان نخلص الفيديو وما يبقاش موضوع تقيل عليك. عندك كلمه فايل زي ما قلت لك تقدر تصنع حاجه، او تقدر انك تفتح حاجه، او تقدر انك تسيف حاجه. يعني عندنا هنا سيف از، وهنا هيفتح لك قائمة وهيقول لك سيف وتحفظها كجيبك، وتغير الصيغة جيبك فوتوشوب الكلام ده وتحفظ، او تيجي عند كلمة اكسبورت و كويك اكسبورت از جيبك او سيف فور ويب، ودوت اللي انا بستخدمها عشان الجودة والشاربنس يبقوا حلوين للسوشيال ميديا، ودوت انا بستخدمها بشكل اساسي وعامل شورت كات الت شيفت كنترول وحرف الاس. تقدر برضو تلاقي اصلا الاختصار ده موجود عندك، وندخل الاختصارات دلوقتي. فانت تقدر هنا من خانه الفايل تصنع تفتح وتحفظ صوره، ودوت الاساسيات في اي برنامج. عندك كلمه edit تقدر تعمل redo undo، تقدر تظبط ترجع لورا خطوه او تقدم خطوه، تقدر تعمل كوبي وكت وميرج وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، وتقدر تعمل ادوات تانية كتير هنا، ولكن اهم حاجتين هما التول بارز المنيو والبريفرنسز هنا عشان تقدر تتحكم في الاعدادات. تعالى بقى نفتح الاعدادات بتاعت البرنامج ذات نفسه. عندك الجنرال، وديت الحاجات العامه بتاعت البرنامج. اول حاجه الالوان خليها على ادوبي، ما تخليهاش على الويندوز هتبوظ لك الدنيا. الهوت كولر بيكر خليها سمول. الايمج انتربريتيشن خليها زي ما هي كده. وهنا تقدر تغير الواجهه لما تيجي تفتح برنامج الفوتوشوب لاول مره. يعني مثلا لو انا عملت كلمه اوتو شو ذا هوم سكرين، هي هتلاقيها اصلا في العادي متفعله كده، انا طفيها عشان تفتح بالواجهه فاضيه زي ما انت شفت. لكن انت عندك لو بتفتح بالواجهه كده فانت لازم تلغي التحديد ده، تلغيه و تقفل الفوتوشوب وتفتحه تاني فيقوم فاتح معاك وانت واجهه فاضيه، بس تبقى فاتح اي حاجه حتى لو صوره فاضيه ابيض زي او فيها اي صوره بالشكل ده، وتعمل بعد كده اوكي وخلاص. تاني حاجه هي الانترفيس، ودي الواجهه. اللون الجري ده هو اللون ده، لو انا خليته اسود هتلاقيه اسود اكتر، لو خليته ابيض هتخليه ابيض خالص كده بالشكل ده، ولكن انا بحب الشكل الجري ودوت الشكل اللي بيبقى باي ديفولت موجود. تالت حاجه هي الورك سبيس، نفس الاعدادات دي مش لازم تمشي فيها كل واحده واحده، بص عليهم واقراهم هتلاقي اصلا وقفت عليهم هيشرح لك كل اداه بتعمل ايه والكلام ده. وبس اهم حاجه تكون مفعل الاوتو شو هيدن بانل عشان في حاجات تبقى مخفيه فشغلها. التولز وهي الادوات انا سايبها زي ما هي كده، اهم حاجه هي الانيميتد زوم بكون مشغلها، وطافي زوم ويز سكرول ويل. بصراحه مش بحب اعمل زوم بالبكره بتاعه الماوس، فبكون بس عامل الاعدادات بالشكل ده. دي الاعدادات الخاصه بيا، لو عايز تعملها زيك زي ديت عندك اعملها عادي. الهيستوري بكون عامله بالاعدادات دي. فايل هاندلنج ببقى عامله بالشكل ده. الاكسبورت ببقى عامله كده اهو.
اهم حاجه بقى عندك البرفورمانس. هنا انت ممكن تحدد استهلاك الرامات عندك على الجهاز ايا كان استهلاك الرامات بتاعتك، خليه مثلا على 85% ل 90% عشان يبقى فيه رامات كفايه للجهاز بتاعك. اعمل يوز جرافيك بروسيسنج، اعمل ادفانس سيتنج عشان تخليها اوبن سي ال وانتي الياس واطفل 30 بت والجي بي يو كومبوزيشن. بعد كده اعمل اوكي، انا عملت كنسل عشان كده اعملها يعني. نيجي بقى عند حاجات بتسرع الجهاز بتاعك بشكل مباشر وهو الهيستوري. خلي 20، انت مش محتاج اكتر من 20، ممكن تخلي باي ديفولت بتبقى على 50 اصلا، ولكن على 20 ده مناسب جدا معايا. كل ما تزود في الرقم ده كل ما تشتغل على الصوره اكتر هتلاقيها بقت اتقل. الكاش ليفل مخليها على 4، انت ممكن تخليها من اول 2. لو الجهاز بتاعك اقدم شويه خليها على 2 عشان يديك جي بي يو بيرفورمانس اعلى شويه. ايمج بروسيسنج زي ما انت شايف، سكراتش ديسك مخليه على دي مع ان السي هو الاس اس دي واسرع بكتير والصوره عندك هتبقى اسرع، ولكن ما عنديش مساحه على السي الصراحه فمخليها على الدي. ده لو انت برضو عندك مساحه السي قليله اعمل زي كده، اعملها على الدي. الكورسر ده اللي هو المؤشر الماوس بالشكل، انا عامله بالاعدادات دي عشان يبقى شكله ده اللي متعود عليه الصراحه، كله برضو باي ديفولت. الطيب بقى وده ممكن تحتاجها لو انت هتكتب بالعربي، ممكن تلاقي ميدل ايست او حاجه زي كده او انديان ميدل ايست دوت عشان تعرف تكتب بالعربي جوه الفوتوشوب. فعلها ده لو لقيتها موجوده يعني، لو ما لقيتهاش موجوده في الاعدادات بتاعتك كده فهتلاقيها باعدادات الباي ديفولت للبرنامج، هتلاقيها بالانجليزي والعربي على حسب اللغه اللي انت عاملها في الكريتيف كلاود عندك. ال 3 دي نفس الشيء، مديله من ال 2 جيجا الفي رام عندي حوالي 90% عشان ما يهنكش معايا. تكنولوجي بريفيو عاملها بالشكل ده وهنا مفيش اي حاجه. بعد كده تك اوكي. ايمج بقى ديت حاجه يعني متعمقه شويه، مش هتستخدم فيها كل الادوات، انت ممكن تيجي عند كلمه ادجستمنت قصدي، وتستخدم حاجات زي الكيرف زي الكونتراست زي الهيو ساتوريشن والكلام ده كله من غير لما تعمل لير. يعني لو عملتها مش هيعمل لك لير جديده، ودي هنتكلم برضو فيها في الحلقه الجايه بتاعه الليرز. وهنا الليرز يعني هنتكلم فيهم برضو بعدين. انت كده كده في الادوات دي كلها انت مش هتستخدم غير واحدة او اتنين بكتير قوي، ومع الوقت هتتعود تستخدم الباقية على حسب احتياجاتك انت. سيبها زي ما هي، عمرك ما هتقرب لها اصلا، على الاغلب هتستخدم حرف التي في الكيبورد عندك وتعمل اعدادات من هنا او تستخدم بالشكل اللي انت شايفه هنا ده. وعلى فكرة الشدة بيتغير على حسب الاداة اللي انت بتستخدمها، هتلاقي شكله بيتغير كل مرة. السليكت هي اكتر خانة ممكن تستخدمها بعد الفلتر، ندخل عليهم برضو بعدين. في الفلتر عندك كاميرا رو فلتر هنا اللي شبيهه باللايت روم عندك، لو انت عندك خلفيه على اللايت روم تفتح على قائمه شبيهه ليه. عندك لينس كوركشن، عندك ليكوفاي، ليكوفاي بيكبر ويصغر شويه حاجات، هندخل برضو متعمقين اكتر في الحاجات دي وفي الفلاتر دي بعدين مع الوقت. الويندو بقى ودي حاجه انت لازم تعملها في الاول خالص كاساسيه، ودي اخر حاجه في حلقه النهارده. اول حاجه في الورك سبيس انت عايز تختار الورك سبيس المناسبه معاك كبدايه، هي بتبقى معموله اسينشال وديت الاساسيه اللي ما فيهاش اي حاجه. انت لو فوتوغرافر او بتعمل اديت للصور خليها في الفوتوغرافي، هتعرض لك الادوات الاساسيه والمهمه ليك بس، مش هتحتاج اي حاجه تانية. خلينا بس اعمل نيو ورك سبيس هنا، نيو ورك سبيس عشان لو انا الورك سبيس اللي انا عاملها بالشكل ده احفظها ومش عايز اضيع، فبعمل نيو ورك سبيس. مثلا هنعمل ورك سبيس واسميها اتش دي، وبالكيبورد شورت كات بالمنيو بالتول بارز كله، واعمل سيف. تمام، فهتبقى موجود عندي ورك سبيس وهلاقيها اتش دي، في اتش دي ريسيت اتش دي. لو انا بقى جيت عند كلمه فوتوغرافي فهيحول لي الشكل وهيغير لي بالشكل ده وغير الادوات هنا. لو انا رجعت لكلمه اسينشال اللي هي الاساسيه بالشكل ده، فشال لي شويه ادوات من هنا ورجع لي شويه حاجات هنا. الادوات هنا والكلام ده تقدر ان انت تغير مكانهم وتعدل عليهم زي ما انت عايز. كل حاجه هنا كاستمايزبل، تقدر تعدل وتحرك وتعمل كل اللي انت عايزه. اهم حاجه بعد ما توصله الشكل اللي انت عايزه تحفظ الورك سبيس زي ما انا عملت كده اهو. انا تقريبا محافظ الاسينشال على شكل الاتش دي اللي انا عملتها دلوقتي، فمش فارقه. نيجي عند مثلا كلمه فوتوغرافي وده اللي انت هتبدا بيها، عندك شويه ادوات هنا ترتبهم انك تتك كليك يمين، وعندك الادوات اهي، وتعمل اديت تول بار هيفتح لك الشكل ده، الاختصار جنب الاداه هنا واسم الاداه في الشمال، ودي الادوات اللي مش بتبقى ظاهره في التول بار هنا. مثلا عندنا الميكسر براش على حرف البي، احنا هننزل هنا بس عند الميكسر براش عشان نحطها مع بعضها. هنا مثلا دي مجموعات حرف الاي هيشغلك كل دول، انت تختار اللي انت عايزه بعد كده. حرف الجي
واحدة بس ممكن نحط حاجات تانية مع حرف الجي. عندنا البرش العادية والبنسل، ولكن انت محتاج اداة الميكسر برش كده، تسحبها وتحطها هنا او تسيبها لوحدها. لو حطيتها ما بين الخانتين دول هتبقى لوحدها خالص، تبقى حتى ظهر هنا لوحدها منفصلة، لكن لو سحبتها وحطيتها هنا هتبقى جوه القايمة هنا. مثلا نعمل دون، بص جوه القايمة هنا بكليك يمين تفتحها. نفس الشيء مع كل الادوات، فانت هتوصل لها وهتعمل لها بالشكل اللي انت عايزه والشكل اللي انت مرتاح فيه وتسيفها. فانا هرجع بقى للورك سبيس بتاعتي اسينشال، لو انا مصغر حجمها، ولكن عشان انا حاطط الادوات جوه بعضها عشان مش لسه هقعد ادوات كتير والكلام ده. ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد، وبالمره وانت تحت اعمل لايك وقول لي رايك في الفيديو عامل ازاي. واشوفك الفيديو الجاي، وان شاء الله نخلص السلسله قبل نهايه رمضان. سلام.